دورة التمريض هاي الدورة راح تكون شهر، خلال هذا الشهر راح يكون دروس نظرية وعملية. مثال نظري مثلا نتعرف على أهميات الممرضة مشان تكونوا الممرضات ناجحات بحياتكم، ومهمات الممرضة إنه إيش تكون مهماتكم لما تكونون ممرضات. نتعرف كيف نفتح وريد، راح نتعرف كيف تعمل اختبار تحسس 11 على 7 12 على 8 13 على 9 و14 على 9، متمكنين من إيش؟ من جهاز الضغط. تمام، إيدك راح وين تكون؟ راح تكون هون بتنفخين. مضمومة على وقف المرأة من 3 سنين، راح أفوت بالسنة الرابعة. أنا بداية لما إجيت على وقفة المرأة حبيت شغل هون. ليش؟ لأنه كليات ودعم للنساء من خلال إعطاء المحاضرات، من خلال افتتاح الدورات. بقى أنا كمان حبيت أسير، أنا كمان مثل ما طالعت نفسي حبيت أطالع كل مرأة مثلي. مثلا نطلع نلقي محاضرات بالكومينات، فكري وصحي بنفس الوقت. نعطي دورات الخياطة، اللغة الكردية، الإسعافات الأولية، النحو الأمية. نمشي هاي الدورات. طبعا الدورات هاي تكون كلياتها شهر، وبآخر الشهر لما يخلصوا الدورة رح يكون في اختبار، وبعد هالاختبار هاد نحن نقدم شهادات. يعني نحن كليات وشغلنا تقوية للمرأة، حتى إذا ما اشتغلت على هاي الشهادة هي تكون ممرضة إيش لبيتها، تكون تعرف تتعامل مع الحرارة، تتعامل مع الحرارة مع أولادها، تتعلم تضرب أبر. يعني مثلا اليوم مرة بالبيت مثلا ابنها بده ساعة 10 بالليل إبرة، ليش لحتى تروح تضربها عند الدكتور أو حتى تروح لعند مكان بعيد؟ هي لما تكون ممرضة تكون ممرضة ببيت. الدورة هاي لما تنضم لإلها المرأة مو بس تاخذ الدرس، هي كمان يتغير من نفسيتها. يعني نحن نعطي محاضرات خلال هالدورة، نمشي دروس، يكون عندنا ترفيهي 5 دقائق تغيير نفسيا. يعني في كثير استفادوا. يعني انا اوجه لكل مرأة حتى مو بالمخيم، كل مكان، انه المرأة تعتمد على حالها. يعني كثير كثير كويس انه المرأة تكون توثق بحالها، ومثلا تقدر هي تدير امورها وتتعلم. واتمنى النجاح للجميع ان شاء الله. سمعنا انه بمجال فتح دورة التمريض قسم المرأة وجينا نتعلم. اول مرة كنا نتعلم عملي، بعدين قمنا نتعلم على جهاز الضغط وعلى ضرب الابر. مثلا اذا حدا سمعت حرارته بالليل، اتعلمت انا بدي اشوف انه حرارته طلعت مرتفعة احط له كمادات. اتعلم على جهاز الضغط، على قياس النبض. احب اقول له انكم تنضموا معنا على هاي الدورة، راح تتعلموا وتستفادوا منها.